يا مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من مصر بتأتيكم من سي بي سي. النهاردة الأربع زي ما اتفقنا مع حضراتكم كده في بداية انطلاقة برنامجنا يوم السبت اللي فات، ان الأربع هيبقى مميز الحقيقة بفقرة ضيف الأربع. هيبقى فيه زي ما قلنا مطلع الأسبوع، هيبقى فيه أربع ضيوف الحقيقة بنقدرهم: الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور هاني الناظر طبعا العالم والطبيب المشهور يعني اللي كلنا بنلجأ له في الأسئلة على صفحته على الفيسبوك لما الأمر بيتعلق بالتغذية أو بالشؤون الخاصة بالعناية بالجلد والبشرة وما إلى ذلك يعني. وايضا هيكون معانا الكابتن ايمن الكاشف المعلق الرياضي، ده بالتناوب ان شاء الله كل يوم اربع مع حضراتكم. بما ان ده اول اربع فاحنا يعني قررنا مع حضراتكم ان احنا يكون ضيفنا الاول في هذه الفقره هو الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات المعروف طبعا والكبير، عشان نتكلم معاه على مصر افريقيا. مصر اكيد اللي هي ضربه بجذورها عبر آلاف السنين في التاريخ وفي العلاقات مع قارتها الأفريقية. مصر لم تنفصل عن القارة الأفريقية طيلة آلاف السنين الماضية، وكانت دائما مصر متصلة اتصال جغرافي واتصال اجتماعي ووجداني وفكري وثقافي مع القارة الأفريقية. هنعرف ده إن شاء الله من الدكتور وسيم السيسي في فقرتنا الثانية إن شاء الله بعد شوية. لكن نبدأ أخبارنا الحقيقة اللي هي برضو مش بعيدة عن إفريقيا وفي القلب. هنروح لأسوان. اليوم افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة تحت عنوان للسلام والأمن والتنمية في إفريقيا، المنتدى قضايا الإرهاب غير الشرعية. المنتدى بيهدف لتعزيز التعاون والشراكة ما بين القارة الإفريقية والحفاظ على وحدة دول القارة. المنتدى بيهدف إلى طبعا تعزيز التعاون ما بين مختلف الدول في القارة الإفريقية. والحقيقة في الافتتاح كان الرئيس السيسي شاهد طبعا مراسم التوقيع على اتفاقية مصر لمركز الإعمار للدول، على اتفاقية استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية للدول الإفريقية في مرحلة ما بعد النزاعات. من عروس النيل جوهرة مصر الخالدة، انطلقت اليوم دورة الافتتاحية لمنتدى أسوان بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت عنوان أجندة للسلام والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا، في وقت تسعى فيه مصر وهي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي لأن يسود القارة السمراء سلام دائم بعد نزاعات استمرت لعقود. تأتي الدورة في محاولة للبحث عن حلول جذرية لقضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية من منظور اجتماعي وثقافي واقتصادي. كان قدامنا خيارات، يا ترى نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية، ولا نعمل للتنمية ونتخلى عن مواجهة الإرهاب. احنا اتحركنا في المسارين، وعشان كده احنا في افريقيا ما عندناش غير التحرك في التنمية المستدامة وتعزيز منظومة السلم والأمن الإفريقية. رئيس السيسي شهد مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز إعادة الإعمار والتنمية للدول الإفريقية بمرحلة ما بعد النزاعات. قامت وزارة الخارجية بتنظيم خمس ورش عمل حول مجالات منع النزاعات، حفظ وبناء السلام، قضايا المرأة والسلام والأمن، النزوح الداخلي نتيجة النزاعات، وكيفية الخروج من دائرة التطرف المؤدي إلى الإرهاب. المنتدى يهدف إلى التعاون وتعزيز الشراكة بين دول القارة والحفاظ على سيادة ووحدة القارة الإفريقية. المنتدى الذي ينطلق في ديسمبر من كل عام يأتي بمشاركة رؤساء الدول والحكومات من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء للتباحث بشأن التحديات والفرص التي تواجهها القارة ووضع التوصيات الكفيلة بالتعامل معها. الرئيس ألقى كلمة في افتتاح منتدى أسوان للسلام، ألقى فيها الضوء على التحديات اللي بتواجه القارة الإفريقية، وفي مقدمتها تفشي وباء الإرهاب وما بيرتبط به من ظواهر
كتهريب وانتشار السلاح، الجريمة المنظمة، الإتجار بالبشر اللي هم وقود هذه الحروب، وكذلك الهجرة غير الشرعية كنتيجة منطقية الحقيقة للحروب والنزاعات التي تسود القارة. الرئيس السيسي حذر من التداعيات السلبية لتغير المناخ ومشكلات التصحر وندرة الموارد الطبيعية على القارة وعلى سكانها. ليس هناك أنسب من الوقت الراهن كي نجتمع فيه معا في إطار هذا المنتدى لبحث التحديات التي تواجهنا في إفريقيا، وفي مقدمتها استقرار حالة السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها، فضلا عن حماية دولنا ومجتمعاتنا الإفريقية من تفشي وباء الأرهاب وما يرتبط به من ظواهر، لعل أخطرها تهريب وانتشار السلاح وتعاظم الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وفي خضم تلك المواجهات نجد لزاما علينا أن نتعامل أيضا بمسؤولية مع التداعيات السلبية لتغير المناخ الذي فاقم من مشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، كل ذلك في الوقت الذي ترى فيه شعوبنا أن السلام والأمن والتنمية والرفاهية هي حقوق إنسانية، وأنها جديرة بأن تنعم بهذه الحقوق كباقي شعوب العالم. على هامش فعاليات المنتدى، الرئيس التقى بكل من رئيس تشاد إدريس ديبي ورئيس النيجر محمد يوسف ورئيس السنغال ماكي سال. الرئيس ناقش مع الرئيس التشادي مجمل العلاقات الثنائية ما بين مصر وتشاد وبرامج التدريب لدعم القدرات التشادية. الرئيس قدم التعازي لرئيس النيجر في الحادث الإرهابي اللي استهدف معسكر للجيش في النيجر. تم تطرق كذلك في المباحثات إلى الوضع في منطقة الساحل والصحراء. أكد رئيس النيجر أن الإرهاب بيتزايد ولابد من مواجهته بكل قوة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة في هذه المواجهة. رئيس النيجر أشار إلى أن الإرهابيين بيتلقوا دعم من الخارج. أيضا تم نقاش مع الرئيس السنغالي والرئيس السيسي حول التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، سواء التنموية أو فيما يتعلق بالبنية التحتية. ده في إطار هذه الفعاليات اللي موجودة في هذا المنتدى حتى الآن. نروح لتقرير، والتقرير التالي بيلقي الضوء على أبرز الفعاليات اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بيها اليوم على هامش اليوم الأول لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. أجدد الترحيب بكم في مدينة أسوان، ونعرب عن ثقتي في أن مشاركتكم وحواراتكم على مدار جلسات المنتدى سوف تكون بناءة ومثمرة، وستسهم في دعم جهود تحقيق السلام والتنمية المستدامة التي هي هدف وحق لدول القارة الإفريقية كافة. وليس هناك أنسب من الوقت الراهن كي نجتمع فيه معاً في إطار هذا المنتدى لبحث التحديات التي تواجهنا في إفريقيا. على هامش المنتدى الأول للسلام والتنمية المستدامة بأسوان، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، حيث تطرق اللقاء إلى دفع العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والسنغال. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية النيجر محمد يوسف، حيث تناولت المباحثات بين الرئيسين التنسيق بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية، حيث اتفق الرئيسان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك على المستوى الإفريقي بهدف تعزيز مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية، فضلا عن تعظيم التعاون الأمني والاستخباراتي لمكافحة تحدي الإرهاب والفكر المتطرف. الجهود المصرية في هذا الإطار الحقيقة هي إدراك من القاهرة لمدى المخاطر اللي بتحيط بالقارة الإفريقية، وخصوصا المنطقة الخاصة بالساحل والصحراء والمنطقة الواقعة في غرب إفريقيا. لو نظرنا إلى التطورات اللي بتحصل في الأقاليم المحيطة زي اللي بيحصل في سوريا على سبيل المثال، وهجرة الدواعش عن طريق الوسيط أو المقاول التركي اللي بيسهل نقل هؤلاء العناصر إلى مكان آخر. للأسف هناك تقديرات كثيرة داخل الاتحاد الإفريقي ومنظمة السلم والأمن داخل إفريقيا أو مفاوضات السلم والأمن داخل الاتحاد الإفريقي بتذكر أن هناك مخاوف من نزوح عشرات الآلاف من المقاتلين الدواعش إلى قارة إفريقيا مرة أخرى إلى دولهم، وسيكون مكان التواجد ليهم هيكون منطقة الساحل والصحراء ومنطقة غرب إفريقيا. وبالتالي كان هذا الانتباه المصري واليقظة المصرية لخطورة هذا الأمر. للتعليق على المنتدى الهام يسعدني أن يكون معنا على الهواء مباشرة سعادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سعادة السفير مساء الخير على حضرتك. أهلا مساء الخير. سعادة السفير، يعني كيف ترى أهمية انعقاد هذا المنتدى الأول في أسوان للسلام والأمن والتنمية المستدامة في إفريقيا وسط كل هذه التحديات التي تحيط بأمن القارة؟ يعني الحقيقة دون أدنى تجاوز أستطيع أن أقول أنها صيغة جديرة بمصر. مصر التي تمتلك ليس فقط حضارة وتقاليد راسخة ودور أفريقي تاريخي يعود إلى حصول هذه الدول على الاستقلال، إنما عايشت قيام منظمة الوحدة الإفريقية منذ قيامها في سنة 63 وتابعتها بعد ذلك، وبطبيعة الحال هي تستأنف بزخم يتميز أولا برؤية واضحة لما ينبغي على أفريقيا أن تفعله. الأمر الثاني العقبات والصعاب الموجودة. ثلاثة أن صيغة المنتدى في حد ذاتها أو صيغة ما يسمى محفل أو فورم هي صيغة في حقيقة الأمر فيها كثير من مجالات الحركة وحرية الحركة، بمعنى أنها صيغة أولا تسمح بتبادل الرأي، تسمح بفتح آفاق غير مقيدة أو سابقة التكييف بالنسبة للأوضاع القائمة. الأمر الثالث أنها صيغة في حالة أسوان التي نتحدث عنها صيغة يشارك فيها الشباب الأفريقي. الشباب الأفريقي مش هأكرر وأقول إنه عصب المستقبل، إنما أقول في واقع الأمر أنه يمتلك الرؤية، يمتلك القدرة على التأثير في مجتمع في الوقت الحالي. صحيح. يعني بمعنى آخر الشباب في صيغته الواسعة هو الأرضية المناسبة وهو البيئة الحاضنة لأي تطور. طب سعادة سفير، يعني في حال لا قدر الله تأخرت الدول الإفريقية في اتخاذ خطوات من أجل ضمان أمنها من مخاطر الدواعش وبوكو حرام وغيرها الحقيقة من الجماعات الإرهابية اللي بتنشط في القارة، برأيك ماذا لو تأخروا في اتخاذ هذه الإجراءات التي قد ترشح غدا إن شاء الله عن منتدى أسوان، يا ترى الصورة هتبقى عاملة إزاي في القارة؟ لا لا لا، لن تحتمل القارة هذا الكلام. يعني أنا عايز أقول حاجة واسمح لي أسترجع شيء قلته اللي هو البيئة الحاضنة، بمعنى أن البيئة الحاضنة ليست بالضرورة البيئة المتعاطفة مثلا مع بوكو حرام، إنما البيئة التي قد يعني لا تتعامل بدرجة من الفاعلية المطلوبة مع الظروف والأحوال التي أدت إلى ظهور طبع مثل هذه التنظيمات، وإلى أنها تتعامل على أرضية
بقدر الإمكان تسمح لها بالتواجد وتسمح لها بالانتشار. هي بيئة في حقيقة الأمر تتأسس على أبعاد، فيها جزء تاريخي، فيها جزء ثقافي، فيها جزء مستقبلي. الجزء التاريخي يعود إلى الجذور، الجزء الحاضر يعود إلى المخاطر، الجزء المستقبلي يعود إلى بطبيعة الحال ربط المستقبل الذي تأمل فيه الدول الأفريقية بقدرتها على الحركة وعلى النمو. صحيح. ولا يمكن أن تنمو أو أن تتحرك في ظل هذه الظروف. طبعا طيب. يتفرع عن هذا أمور كثيرة. بمعنى أيوه أنا آسف عبد السفير، بس في الجزئية دي مثلا، مسألة إعادة الإعمار في الدول بعد النزاعات أو إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ده محور مهم. عدد كبير جدا من دول القارة مرت بنزاعات لكن لم يحدث فيها التنمية الكافية، فأصبحت إما مرتع للإرهاب أو أنها أصبحت طاردة لأهلها وأصبحوا هم بالتالي يعني سيل من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وإلى غيرها. برأي حضرتك أهمية إعادة الإعمار بعد النزاعات، وكذلك استضافة مصر والاتفاق يعني الحياة اللي تم توقيعها اليوم واستضافة القاهرة لهذا المركز لإعادة الإعمار ما بعد النزاعات في إفريقيا، أهمية ده إيه بالنسبة للقارة من وجهة نظر حضرتك؟ أستاذ عمرو، أنت طرحت سؤال مهم أوي، لأنه النهاردة أنا بدي أقول حاجة. قضية إعادة الإعمار مطروحة وطرحت، وطبعا الكل يتطلع إلى ما عرف من أن القاهرة سوف تكون هي المقر، مصر سوف تكون مقرا لهذا المركز. النقطة ما يلي: قضية الوضع المؤسسي في العمل الأفريقي أو العمل السياسي قضية هامة، إنما أتمنى أيضا أن ترتبط قضية إعادة الإعمار برؤية تشارك فيها العناصر الأفريقية، وهي تحتمل في حد ذاتها مؤتمرا يتم تنظيمه على المستوى المناسب. أيوة. وبالمشاركة المناسبة أولا تحدد الأطراف التي أولى بالرعاية، الأمر الثاني المجالات التي ينبغي البدء فيها مباشرة. صحيح. ثلاثة، كيف يمكن تحقيق تعاون أفريقي أفريقي أو أفريقي خارجي يسرع من هذا البدء. صحيح. وبعدين الطرح هنا طرح متنوع، بمعنى إن حتى البعد الخارجي فضلا عن البعد الأفريقي يطرح المشكلة من زاوية إنه الإرهاب يعشعش في الأوساط الفقيرة المتدنية الجاهلة. نعم. التي تسعى إلى الاستفادة أو تستثمرها جهة أخرى بطريقة ما. بالضبط. إذن فلنصادر على هذا. صحيح. يبقى عن طريق التنمية خصوصا يعني في مرحلة طبعا يا أستاذ سفير التنمية في مرحلة ما بعد النزاعات يعني. فأشكر سيادتك شكرا جزيلا سعادة السفير نبيل بدر مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. ده الحقيقة بيفتح هنا الباب إن إحنا لازم نذكر حضراتكم بالنزاعات اللي ضربت القارة الإفريقية خلال 50 سنة، وكان ليها الحقيقة تأثير كبير جدا في مدى التدهور الاقتصادي، التدهور الاجتماعي، التدهور في البنية الأساسية، وبالتالي ظهور الإرهاب وانتشار الهجرة غير الشرعية في عدد من دول القارة. تعالوا مع بعض في التقرير اللي جاي نشوف أبرز الحقيقة الصراعات الداخلية والحروب الأهلية في إفريقيا على مدى كام عقد فاتوا. إفريقيا هي أغنى قارات الأرض بثرواتها المتنوعة وسكانها متعدد الأعراق والثقافات، لكنها ظلت لسنوات طويلة صاحبة الصراعات الأكبر في العالم كله. ظلت إفريقيا تستأثر بأكبر عدد من الصراعات الداخلية، خاصة خلال عامي 1998 و1999 على مستوى العالم. عددها يبلغ 25 صراعا داخليا. في عقد التسعينيات توفي ما بين 2 إلى 4 ملايين قتيل في تلكم الصراعات، وفي عام 1993 وحده نزح نحو 5,200,000 لاجئ و13 مليون مشرد في القارة الإفريقية. تعددت الأسباب، لكن البعد العرقي كان وقودا للكثير منها. ففي رواندا قتل خلال 100 يوم فقط من الحرب الأهلية التي بدأت عام 1990 بين قبيلتي الهوتو والتوتسي نحو 800,000 شخص.
شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية حربا إقليمية كبرى شاركت فيها 10 دول إفريقية، هو ما دعا البعض إلى وصفها بأنها الحرب العالمية الإفريقية الأولى. صدرت تقارير من جامعة سيمون فريزر تؤكد أن عدد القتلى وصل إلى 5.5 مليون قتيل مع احتساب الوفيات ذات الصلة بالحرب بين 1998 و2008، بينما تؤكد تقارير أخرى أن عدد القتلى تجاوز 6 ملايين قتيل. وبين الحربين وبعدهما صراعات عرقية ونزاعات أهلية في كثير من البلدان تستمر وتبحث عن نهاية. يرقص الأطفال المسالمون يغنون لإفريقيا علها تجد سلاما دائما بعد أن ظلوا لسنوات لا يسمعون إلا لحن الحرب والخوف. ده كان تقرير حاولنا نحن نلقي فيه الضوء على أبرز المعاناة الإنسانية اللي عناها عدد من دول القارة وشعوب القارة بسبب الحروب الأهلية والصراعات اللي كانت فيها. خلونا دلوقتي نشوف تقرير إخباري لأهم الأحداث اللي حصلت في مصر على مدى 24 ساعة ونرجع تاني مع حضراتكم. يفتتح غدا أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنان بمحافظة أسوان بإجمالي 32 محطة وبقدرة 1465 ميجاوات بالكامل، وذلك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية. تقدمت مصر في أداء تغير المناخ بواقع 5 مراكز لتحتل المركز 19 من بين 61 دولة على مستوى العالم. أكد المؤشر الصادر عن مؤسسة جيرمان ووتش أن المراكز 3 الأولى ظلت شاغرة لعدم وجود دول لديها سياسات كافية لنيل هذه المراكز. أعلنت الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة ب 147 وحدة صناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بالقليوبية. قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة سحب كراسات الشروط ودفع المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان 12 بمشروع الإسكان الاجتماعي، وذلك حتى يوم الخميس 26 من ديسمبر من الشهر الجاري لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لسداد مقدمات الحجز. أعلنت وزارة الصحة عن الانتهاء من فحص 3,133,840 امرأة بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المنعقدة تحت شعار 100 مليون صحة بمرحلتيها الأولى والثانية. عثرت وزارة الآثار على تمثال نادر للملك رمسيس الثاني على هيئة الكا أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي بدأتها الوزارة الأربعاء الماضي، وذلك داخل قطعة أرض يمتلكها أحد المواطنين بمنطقة ميت رهينة. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس شتوي وانخفاض كبير في درجات الحرارة مع احتمالية سقوط الأمطار حيث تصل العظمى في القاهرة إلى 19 درجة. طالبت الهيئة المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة واتخاذ الاحتياطات اللازمة. القوات البحرية المصرية نفذت عدد من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية واللي بتهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر المتوسط وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة. نفذ تشكيل بحري قتالي بيتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي على رأسها إحدى حاملات المروحيات من طراز مسترال ومجموعتها القتالية، بما فيها نفذوا عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية في مسرح العمليات في البحر المتوسط. تضمنت تلك الأنشطة إطلاق صاروخ مضاد للسفن ويصل مدى إلى أكثر من 130 كيلومتر. تعالوا نشوف التقرير. في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة، نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة.
نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي، وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز مسترال ومجموعتها القتالية، عدداً من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط. وقد تضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبس العمق سطح طراز هاربون، وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى أكثر من 130 كيلومتراً. وقد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ عمق سطح من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة. وقد ظهر ذلك من خلال قدرتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة. تأتي تلك التدريبات تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة. حضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية. معنا على الهاتف سيادة اللواء أركان حرب متقاعد لواء بحري حسين الهرميل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم. أهلا بسيادتك. حضرتك شايف إزاي النهاردة التدريبات البحرية ودورها طبعا في حماية حقوقنا في المياه الاقتصادية أو المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط؟ أيوة فندم. اللي بيتم النهاردة ده سيادتك في إطار استراتيجية التدريب للقوات المسلحة، ومنها النهاردة العنصر الرئيسي القوات البحرية. تم تدريب النهاردة لمجموعة قتال منها المسترال ومنها الغواصة. الغواصة أطلقت صاروخ عمق سطح، يعني من تحت سطح البحر للأهداف السطحية. الإطلاق ده بيدي رسالة، أولا طبعا بأهني جميع المشتركين في هذا العمل المجيد، من الجندي، من صف ضابط، من الضابط الصغير والكبير والقيادات الوسطى، وسيد قائد القوات البحرية، وسيد وزير الدفاع. ودي طبعا احنا ما كناش يبقى عندنا غواصة بالتكنولوجيا العالية دي لو ما كانش السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اللي أمر بأن احنا لازم نطور الأسلحة ووفر الموقف المالي نقدر نجيب غواصة بالسعر ده وبالثمن ده وبالقدرة دي وبالتكنولوجيا العالية دي. وبالتالي النهاردة المواطن المصري استوعبها، اللي جزء منه المواطن اللي هو الجندي والضابط صحيح. الصغير والكبير والقائد، وتخطيط القيادة كلها عشان تطلق هذا الصاروخ. طبعا هذا الصاروخ إطلاقه في البحر بيؤثر في البحر، في البحر المتوسط. النهاردة ده بيؤمن مياهنا الإقليمية. أنا بتكلم للمتخصصين مياهنا الإقليمية ومشروعاتنا يا فندم الخاصة بالغاز اللي موجودة في البحر المتوسط، كل ثرواتنا طبعا اللي منها الغاز طبعا كل ثرواتنا، لكن هو أحد ثرواتنا. وكمان بذراع طويل من غواصة تطلق صاروخ 130 كيلو مدى وكمان إصابة بنسبة نجاح 100%. ده بيقول للدول المطلة على البحر المتوسط اللي هي بتفكر إن هي تشاكس معانا او تستغل او تؤدي الى مخاطر لنا او تهديدات، ان احنا قادرين على منع الاقتراب من مياهنا الاقتصاديه او استغلال ثرواتنا الاقتصاديه او مياهنا الاقليميه. طبعا هم اكيد يا فندم عارفين ان في رجاله فوق الميه ورجاله تحت الميه، يعني فبشكر سيادتك يعني سياده اللواء بحري اركان حرب متقاعد اللواء حسين الهرميل، شكرا جزيلا لسيادتك. خلونا نكمل اخبارنا ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا. من 118 سنة تحديدا سنة 1901 بدأ توزيع جوائز نوبل للفائزين بها. ولما نتكلم الحقيقة على نوبل لازم نذكر إمام الروائيين العرب الأديب العالمي نجيب محفوظ أديب نوبل، أول عربي يفوز بجائزة نوبل في الآداب، واللي بيصادف اليوم كذلك ذكرى 108 لميلاده. هدعو حضراتكم دلوقتي نشوف تقرير عن صاحب نوبل في يوم نوبل. دو
تذكر جائزة نوبل في كل مناسبة، ويذكر معها الأديب العربي الوحيد الذي حصل عليها عام 1988 نجيب محفوظ، الذي ترك خلفه نتاجا أدبيا ثريا لا يزال يبدو كعالم شاسع تجاوز فيه نجيب محفوظ كل حدود الروائيين في من سبقوه أو عاصروه أو أتوا بعده، وما زالوا أسرى لإبداعاته المدهشة. من حي الجمالية، كان ميلاد نجيب محفوظ في 11 من ديسمبر عام 1911. من هذا الحي تشكلت ملامحه الأولى وثقافته التي ظل مدينا لها في حياته أو في رواياته، التي كانت الراصد الحقيقي لكل تفاصيل القاهرة القديمة بحاراتها وخاناتها وناسها الطيبين. أني أقمت حياتي في الدنيا على أساس الحب، حب العمل وحب الناس وحب الحياة وأخيرا حب الموت. من زواء المدأ وبين القصرين وقصر الشو والسكرية، كان التوهج الفني الكبير لإمام الرواية العربية. أنتم تعلمون جيدا أنني كنت مدرس لغة إنجليزية، أعني English language. ومن هذه المحلية الشديدة كان الوصول للعالمية كاشفا عن عالمه الخاص الذي لا يشبه أحدا. البضاعة دي اللي ما اندفعش تمنها هنقيدها ايه في الدفتر؟ قايد عندي. حاضر يا معلم. بضاعة اتلافها الهوى. كان نجيب محفوظ أعمق الروائيين وأغزرهم تعاملا مع سينما المصرية، روائيا وكاتبا للسيناريو ومديرا ثم رئيسا لمؤسسة دعم السينما التي ظل بها حتى تقاعده عام 1971. بين 100 فيلم الأفضل في تاريخ السينما المصرية، كانت أعمال نجيب محفوظ صاحبة الحضور الطاغي. رحل نجيب محفوظ في أغسطس عام 2006، بينما ظل حضوره حتى الآن حضورا استثنائيا له سطوته التي ما تزال تؤكد أن وصوله إلى نوبل بدأ من قلب الحارة من مصر. لما كانوا بيعلمونا في الأدب الإنجليزي كانوا بيقولونا أن ويليام شكسبير لازم تلاقي في كل بيت إنجليزي كده رف لمؤلفات ويليام شكسبير، لكن احنا الحقيقه مؤلفات نجيب محفوظ مش موجوده على الرفوف، لكن موجوده في اذهاننا، موجوده في عقولنا، موجوده في قلوبنا. كل اعمال نجيب محفوظ من اولها لاخرها هتلاقي جمل كتير بتتكرر، هتلاقيها محفوره في وجدان الناس وفي كلامهم العادي. فالحقيقه ادبنا العالمي نجيب محفوظ هو قامه وقيمه تطال الحقيقة وتتلاقى مع قامات الأدب على المستوى العالمي كله، وطبعا كان هذا التتويج بمنحه جائزة نوبل في الأدب. نروح الحقيقة لشكل آخر من أشكال الفن، ولما بنقول فن فالفن لابد لصاحب هذا الفن للفنان إن هو يكون عنده رسالة، مش بس إن هو بيقدم لنا طبعا أعمال جيدة بتفيد المجتمع أو المجتمع بيتعلم منها قيم وأخلاقيات معينة، ولكن برضه بيكون ليه دور إنساني، دور يقدر يقوم بيه عشان يخفف عن حد أو عشان يآزر حد. ده الحقيقة اللي قام بيه النجم أمير كرارة مع أحد حبايبنا الشباب من متحدي الإعاقة يدعى أحمد الشيخ من متلازمة داون. حصل دويتو جميل جدا ما بين أمير كرارة وما بين أحمد الشيخ وهم بيغنوا النشيد الوطني بلادي بلادي. صورة الحقيقة جميل، صورة جميلة جدا الحقيقة، وفيديو جميل أثار إعجاب كل النشطاء على الفيسبوك أو كل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة، وهم بيسمعوا هذه الأغنية وهذا الأداء من أمير كرارة وأحمد الشيخ. خلوني الأول أرحب بالنجم أمير كرارة. يا أستاذ أمير مساء الخير. يا مساء الخير استاذ عمرو، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم، موفق دايما. ربنا يخليك يا حبيبي. الله يكرمك. الله يسلمك ويحفظك. خليني كمان ارحب باحمد. قبل ما نسمع الاغنيه بعد اذنك هنرحب كمان بالنجم المطرب الشاب احمد الشيخ. يا احمد مساء الخير.
طيب هنرجع لأحمد هيكون جاهز معانا، بس نسمع كده مقطع من النشيد الوطني والأداء الجميل للنجم أمير كرارة والنجم أحمد الشيخ. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت غايتي والمراد، وعلى كل العباد كم ليك من أيادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر أنت أغلى درة فوق جبين الدهر غرة. يا بلادي عيشي حرة واسلمي رغم الأعادي. بلادي بلادي بلادي. الله الله، أغنية الحقيقة أو النشيد الوطني هو طالع من أمير كرارة ومن أحمد الشيخ، الحقيقة شيء جميل جدا. برحب بيك يا أحمد، أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام يا أحمد، مبروك يا أحمد، أداء جميل وصوتك حلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. قولي الله يبارك فيك. قولي شعورك إيه بعد ما الأغنية الناس كلها على الفيسبوك الحقيقة بترددها وبتشيرها، إحساسك إيه دلوقتي يا نجم؟ يعني والله العظيم يعني شعوري حلو، ويعني اشكر والله يعني انكل عمرو، اصل هو جاب لي امير كرارة لحد عندي، يعني لولاه يعني لولاه ما كنت هقدر دلوقتي اللي انا فيه دلوقتي. انت جميل وشاطر وتستحق كل خير، وهرجع لك لسه كمان اتكلم معاك، بس خليني برضو اشكر النجم امير كرارة يعني الحقيقه على الاغنيه الجميله دي. وخلينا بعد اذنك برضو نعرف المشاهدين فكره الاغنيه او النشيد الوطني انك انت واحمد تطلعوا فيه جت منين. والله يا استاذ عمرو الفكره جت لي عن طريق بصراحه كلمتني الاول اختنا وحبيبتنا مريم امين، وهي طبعا زميلتنا العزيزه. بصراحه طبعًا. اول ما كلمتني طبعا ما ترددتش لحظه يعني ان انا اعمل حاجه زي دي، لان انا اللي بشكر احمد والله ان هو خلاني اشارك معاه في اغنيه وطنيه زي دي. طبعا النشيد الوطني حاجه مهمه لينا كلنا، وبشكر طبعا الشركه المنتجه اللي خدت الخطوه وعملت لاحمد الشيخ الموضوع ده. وعايز اقول لك انه زي ما الاغنيه الوطني عمل يعني ضجة الحمد لله النهاردة عشان أحمد الشيخ، عايز أقول لك أنا كمان مبسوط بردود الفعل بتاعة النشيد الوطني بصراحة يعني. جميل. لأن أنا اللي بشكر أحمد طبعا أن أنا غنيت معاه. أحمد شاب موهوب وجميل وشخصية جميلة وزي العسل وصوته تحفة، وأتمنى أن احنا نشوف حاجات تانية، وأتمنى أن الشركة اللي أنتجت له دي تكمل معاه، لأن خسارة الموهبة دي ما تكملش صراحة يعني. صحيح. طيب يا أحمد أظن النهاردة أنت مش هتنام الفرحة، يعني النجم أمير كرارة بيشيد بيك الإشادة دي، فأعتقد أنك سعيد جدا دلوقتي. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني أنا ما شاء الله يعني إن شاء الله يعني أغني معاه المرة الجاية، أو ممكن مثلا يعني أكون عند المسلسل بتاعه الجديد إن شاء الله. ده راسم على تقيل كده يا نجم يا استاذ امير، ده راسم على تقيل تتر المسلسل اللي جاي. يا سلام، يا ريت ده يعلي المسلسل والله العظيم.
طيب جميل، اتمنى يعني ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكرمه كده، ربنا يكرمك والله يعني، ونشوفك هنا يعني نجم كبير، ونسمع لك نسمع لك حاجات قريب كويسه جدا. ربنا يكرمك يا حبيبي، وبشكرك والله ان انت يعني يعني انت اللي رضيت ان انا اغني معاك الوقت. بشكرك والله يا احمد. طب يعني بشكرك طبعا يا استاذ عمرو. لا العفو، تعاملوا لا يا فندم، يعني ده واجبنا. الشكر لحضرتك الاول، ده شكر لحضرتك يعني. انا لا اتكلم عنه في البرنامج المحترم بتاعك. الله يسلم سيادتك يا فندم. خليني بس يا فندم يعني اسمع احمد، بس عنده واضح في كلمه عايز يقولها لك يا استاذ امير بعد اذنك. قول يا احمد. عايز تقول ايه يا احمد؟ والله العظيم يعني ممكن لو امير كرارة ما عندوش مانع، ممكن اخواتي يعني يكونوا في المسلسل الجديد ان شاء الله. عايز يبقى معاك يا نجم في المسلسل. يا سلام، اعتبره خلاص بقى هو بطل المسلسل يعني لو حضرتك مش بتمانع. طيب البطل واحنا كلنا شغالين وراك يا عم احمد. ده خبر يا جماعة، هو خبر للصحافة الفنية كلها ان احمد الشيخ ان شاء الله يعني هيبقى في المسلسل مع النجم امير كرارة ان شاء الله. دايما كل اعماله الحقيقة كلنا بنحبها وكلنا بنتابعها، وبنحس ان انت واحد برضو من الاسرة المصرية. خليني اقول لك يا استاذ امير، يعني انت واحد من الاسرة المصرية كلها بنعتز بيك يعني. خليني بس اقف مع حضرتك على جزئية اخيرة، وانا عارف يعني عشان ما اطولش عليك، الدور المجتمعي. الله يسلمك. الدور المجتمعي اللي حضرتك بتقوم بيه، واللي برضو فيه فنانين افاضل بيقوموا بيه، ده دور الحقيقة مهم جدا. أرجوك يعني إيه الخطوات اللي ممكن تتعمل اللي تتاخد مجموعة من الفنانين، وخصوصا الشباب اللي الشباب فعلا بيحبوهم والبنات بيحبوهم، يقوموا بأدوار مجتمعية زي كده؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ والله اللي يحصل فعلا إن إحنا لازم زي ما حضرتك بتقول، لازم في توعية، لازم في احترام للمشاهد واحترام للجمهور اللي بيتفرج علينا، ولازم دايما إن إحنا يعني ربنا يكرمنا نبقى قدوة لناس كتير، شباب كويسين وشباب محترم. احنا الشعب المصري والشباب المصري شباب زي العسل وشباب صحيح. زي الفل لما يتفرجوا علينا واحنا بنعمل حاجه كويسه، اتمنى ان هم برضو يشوفونا ان احنا بنعمل حاجات محترمه، فاحنا نحترمهم وهم يحترمونا، ففي الاخر نطلع مجتمع شكله لطيف. وانا شايف ان في الفتره الاخيره بصراحه الناس ابتدى عندها وعي، وفي الموضوع اختلف والثقافه اختلفت والشباب بقت ماشيه صحيح. الموضوع يعني الموضوع الحمد لله بقى للاحسن. الحمد لله الحمد لله. شكرا جزيلا النجم امير كرارة، شكرا جزيلا لوجودك معانا في من مصر. واسمع من احمد بقى يا استاذ احمد، يعني واضح النجم امير كرارة بيحبك ومتحمس ليك جدا، ان شاء الله يبقى ليك معاه حاجه في المسلسل الجديد، ولكن خليني اختم معاك بحاجه انت تحب تغنيها لينا النهارده في من مصر، تقول ايه؟ يعني في حاجه اسمها عاشق، يعني اصلا يعني حافظ يعني الاغنيه دي بس مش كلها. طب قول لنا يعني حضرتك مش بتمانع جملتين ثلاثه كوبليه كده منها، اتفضل يا حبيبي. حاضر. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، أنا عاشق ليالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني صاهر. الله عليك. عاشق ليالي الصبر مداح القمر، عشق العيون السمر غواني صاهر، لولا النهار في جبينك، لولا الورود في جبين. طيب شكرا يا احمد، هايل، خلينا اسقف لك في خدودك لولا الامال. كامل يا حبيبي. شكرا.
طيب يا حبيبي اتفضل. يعني برافو برافو. يعني انا بسقف لك، واكيد كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي يا احمد بتسقف لك، لانك جميل وشاطر وصوتك حلو، وان شاء الله يكون ليك مستقبل فني مشرق باذن الله يا حبيبي. كل التوفيق الفنان الشاب احمد الشيخ اللي شارك النجم امير كرارة في النشيد الوطني بلادي بلادي. بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر النجم امير كرارة على وجوده معانا. الف شكر يا استاذ امير. طيب دي كانت الحقيقة اخبارنا النهاردة ومحطاتنا النهاردة قبل ما نخرج للسوشيال ميديا، وبعد السوشيال ميديا لتكون 10 دقائق كده خفاف عليكم، وبعدها ان شاء الله نروح لفقرتنا الرئيسية والدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم في فقرتنا اليومية لتحليل السوشيال ميديا. النهاردة هنبعد عن الكلمة في امبارح وأول امبارح، وهنروح لحاجة مختلفة. امبارح تويتر الشرق الأوسط أقامت احتفالية في دبي. الاحتفالية كانت تحت عنوان حدث هاشتاج حدث في 2019، يعني وضحوا في هذه الاحتفالية أبرز الهاشتاجات اللي كانت الأكثر تداول وتغريدات وهاشتاجات على السوشيال ميديا على تويتر تحديداً الحقيقة خلال عام 2019. اخترنا لحضراتكم بعض من هذه الهاشتاجات وهذه التعليقات، وطبعا ده كان بعد احصاء الهاشتاجات على تويتر في كل من الامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر، هم دول الثلاث دول عربية الاكثر استخداما لتويتر. تعالوا نشوف، احنا اخترنا لكم الرياضة والفن وخصوصا فيما يتعلق بمصر. تعالوا نشوف ابرز الأمور أو الهاشتاجات اللي تم استخدامها في الرياضة في مصر في 2019. زي ما هو واضح قدام حضراتكم، مو صلاح هو الكينج، هو المسيطر على تويتر في 2019، وجمهور عريض وادي الصور دي كل قدام حضراتكم. أكتر الصور تداولا لمحمد صلاح على تويتر في عام 2019. مش بس كده، كمان هتلاقوا تحت مكتوب أن محمد صلاح بيتقدم لاعبي كرة القدم في مصر من حيث ذكر اسمه أو هاشتاج مو صلاح هو الأكثر انتشاراً على تويتر في 2019، وبرضه كان كده في 2018، وقبله كان في 2019. أكثر الأندية استخداماً لإسمها على تويتر تحت هاشتاج واسم النادي، هنلاقي النادي الأهلي هو الأكثر انتشاراً في 2019، بيلي نادي الزمالك. كذلك كان الحال في 2018 و2017. ده بالنسبة للأندية. تعالوا نشوف دي صور محمد صلاح المختلفة خلال عام 2019. المحبي محمد صلاح أطلقوا أو شاركوا في الهاشتاجز الخاصة به صور، إما من الجونة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا أو قبل العيد، أو صور وهو بيحتفل بجائزة أحسن لاعب في إفريقيا، أو احتفاله بالشامبيونز ليج وهو لابس موانا، طقم موانا مع مكة بنته، بيحتفلوا مع بعض في البيت، وصوره برضو Never give up. Never give up لما كان هيلعبوا مع برشلونة وهو كان مصاب، وعملوا الريمونتادا الشهيرة اللي فتحت لهم المجد ناحية المباراة النهائية، وعملوا طبعا الريمونتادا الشهيرة اللي حضراتكم طبعا فاكرينها. كمان الصورة الأكثر انتشارا والأكثر مشاركة في التعليقات على الإطلاق لأبو مكة محمد صلاح كانت يوم 7 يونيو اللي فات. الصورة اللي قدام حضراتكم دي، أنا آسف، دي الصورة اللي هي بعد ما فازوا بالدوري الإنجليزي في 12 مايو، ومكة واقفة وهو خد الجولدن بوت كهداف الدوري الإنجليزي، ومكة واقفة قدامه. دي أكتر صورة تم تداولها، 500,000 إعجاب ونص مليون مشاركة على الصورة اللي جمعت محمد صلاح وبنته مكة. ده كان الحقيقة واحد من أبرز الصور، ودايما يا رب إن شاء الله محمد صلاح يبقى متألق دايما، وكفاية طبعا الجون اللي جابه امبارح حاجة عالمية. نروح لتويتر وهو في احتفاليته في دبي وبيفلتر أكتر الهاشتاجات والصور مشاركة في 2019. تعالوا نشوف ذكر إيه على الفنانين المصريين، مين أكتر فنان أو أبرز فنان شارك على تويتر وكان ليه نشاط على تويتر. هنا طبيعي اللي بيفتح تويتر هيلاقي الأبطان، الأبطان الفنان الكبير الأستاذ نبيل الحلفاوي. أستاذ نبيل دايما الحقيقة بيشاكس
أصدقائنا الزملكاوية، وبيدخل معاهم الحقيقة في سجالات كتيرة جدا على تويتر، وهو عمدة الأهلاوية على تويتر. أستاذ نبيل مثلا، دي واحدة من الهاشتاجز اللي كان مشارك فيها، بيتكلم على فايلر وبيتكلم مدرب الأهلي طبعا، وبيتكلم على مباراة الهلال الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، وما كانش عاجبه شوية اللي حصل في الشوط الثاني، وعلى الرغم من المباراة انتهت بفوز الأهلي 2-1. بعد الأبطال نروح للأستاذ صلاح عبد الله الممثل الكبير والشهير، ودي كانت تويتة ليه، تعالوا نقراها مع بعض. ولا تفتقر لخفة الدم المعهودة بعمنا صلاح عبد الله، بيقول صباح الأهداف النبيلة. ده طبعا الحقيقة دي فريش خالص، يعني دي من 8 ساعات بس بعد طبعا الجون الهايل اللي جابه صلاح امبارح. بيقول صباح الأهداف النبيلة على كل القلوب الجميلة، ربنا يكرمنا بزيادة ونسجل أهدافنا يا سادة في شباك السعادة. قولوا أمين يا طيبين، ده عمنا صلاح عبد الله، ربنا يا رب يديله الصحة. تعالوا نشوف لي برضو من التغريدات اللي اهتم بيها تويتر وكانت أكثر مشاركة الحقيقة خلال 2019، كانت البوست أو تويتة اللي كتبها النجم محمد هنيدي زي ما حضراتكم هتشوفوها حالا على الشاشة، وهو بينعي الدكتور عزت أبو عوف. بيقول فيها هنيدي، بيقول البقاء لله في المحترم الجميل عزت أبو عوف رحمة الله عليه، ودي استحوذت على 60,000 لايك وعلى أكتر من 6,700 ريتويت، يعني 6,700 شخص على تويتر شيروا مرة تانية هذا النعي من الفنان الكبير النجم محمد هنيدي للدكتور عزت أبو عوف بعد وفاته رحمة الله عليه. ده كان نظرتنا النهاردة وتحليلنا السريع للسوشيال ميديا، وبعد الفاصل عالم المصريات الكبير الدكتور وسيم السيسي. من محاسن الصدف الحقيقة ان يبقى اول لقاء لينا مع الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات الكبير، يأتي متواكب مع استضافة مصر وتحديدا أسوان لمنتدى إفريقيا للسلام والتنمية المستدامة، عشان تكون انطلاقة نفتح منها وندخل منها على التاريخ، ولكن هذه المرة من بوابة إفريقيا. اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز وضيف حضراتكم طبعا، ضيفنا العزيز الدكتور وسيم السيسي. دكتور وسيم مساء الخير. مساء النور يا استاذ عمرو، سعداء بوجود حضرتك معنا دوريا ان شاء الله. شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور وسيم. مصر بتفتح زراعتها مره اخرى بعد ربما سنوات او عقود طويله امام اشقائها من القاره الافريقيه، ده يخلينا نتكلم عن ما هي جزرنا المصريه الضاربه في عمق القاره الافريقيه. يعني هو شعب واحد، وبعدين يعني أنا عشت في إنجلترا مدة طويلة، وطبعا زرت يعني تقريبا معظم ولايات المتحدة الأمريكية، وعملت يعني كان مؤتمرات كثيرة في أفريقيا. لم أحس في يوم من الأيام بأن إحنا شعب واحد، إلا في كل المؤتمرات بتاعت الأفارقة اللي أنا عشتها. يعني يمكن في انجلترا تحس بشيء من العنصرية، يعني يقول لك white is might and might is right، يعني الابيض والبيض قوة والقوة صواب زي كده. الامريكان يحسوا الاستعلاء يمكن بقوة مالية او عسكرية وبتاع. الافارقة اولا مصر دي بالنسبة لهم شيء مقدس، دراسة التاريخ ده شيء مقدس، والاستجابة بتاعتهم لأي أفكار مننا احنا المصريين رائعة. يعني أنا أذكر أن كان في مؤتمر هناك كان بتعمله جمعية اسمها EAA East Africa Association، اللي هي مجموعة شرق أفريقيا. فأنا كنت مقدم بحث في ذلك الوقت وطلبت منهم، قلت لهم أنا أتمنى اليوم اللي يجي اللي هي اسم الجمعية ده هي AAA which is All Africa Association عشان تبقى مصر من ضمن المجموعة بتاعتكو دي. ما يمرش أكتر من 3-4 سنوات
وكنت ساعتها رايح اعمل لهم عملية جديدة عن البروستاتا، وكان حاضرها عشرة من اساتذة الجراحة، وكان منهم واحد بروفيسور هيزا جاء هنا مصر وقال الاقتراح بتاع الدكتور وسيم طبقنا واصبحنا دلوقتي All Africa Association ومصرية طبعاً ضمن المجانية. النسيت لا أنسى أبداً. كنت بكتب في الجارديان بريطانية من وقت الآخر، فكان لازم أروح الهايت بارك كل يوم حد وأشوف المدارس المختلفة والأفكار المختلفة. وكنت من 11 لـ 4 وبعد كده من 5 لـ 9 في مجلس أمم بريطان برضو أشوف التيارات المختلفة والمدارس المختلفة. الحادثة دي بقى أنا ما انساهاش أبدا. واحد على ستاند عالي كده شوية وإنجليزي وماسك بايب وبيتفاخر بإنجلترا وبريطانيا وبيقول نحن نور العالم. أول برلمان في تاريخ البشرية منذ 500 سنة فاتت أوليفر كرومويل 1642. احنا اللي اكتشفنا التعقيم على ايدين الانجليزي ليستر، احنا اللي اكتشفنا البنسلين على ايدين الانجليزي الكسندر فليمينج، احنا اللي اكتشفنا الانتي ماتر اللي هي المادة الضد على ايدين العالم اللي خد نوبل برايز ديريك. احنا كنا فيه 50-60 واحد في وسطنا راجل اسود طويل بس كان فبهدوء شديد كده قال له مستر سبيكر، قال له يس ايها السيد المتحدث، ما يعرفوش اسماء بعض. قال له بطل تفاخر لان انا اللي اديتك الحضاره. كراجل الانجليزي مؤدب مؤدبين الانجليزي. قال له كان يو سبستانشيت يور ووردز، عندك دليل على كلامك ده تقدر تدعمه يعني انك انت اديتني الحضاره؟ قال له طبعا. قال له ازاي؟ قال له انتوا انجلو ساكسونز خدتوا حضارتكم من الرومان. قال له يس. قال له الرومان خدوها من اليونان. قال له يس. قال له اليونان خدوها من مصر القديمة. أفلاطون جاي عاش في اسكندرية 13 سنة، مصر علمته الفلسفة. صحيح. سولون جاي تعلم القانون واضطر لتغيير العقيدة بتاعته واعتنق الأمونية عشان يقدر يدخل المعابد حيث بها المكتبات ويدرس القانون في مصر القديمة. بيتاغورس اللي هو فيثاغورس جاي عاش في مصر 22 سنة ومصر علمته الرياضيات، وهو الراجل قطعه بقى الانجليزي. Are you Egyptian؟ انت مصري؟ مع ان شكله اسود فحم يعني. قال له لا انا am not Egyptian، انا من نيجيريا، ونيجيريا في افريقيا اللي فيها مصر، يبقى انا اللي علمتك الحضارة. يا سلام. راح الراجل مسقف له واحنا كلنا سقفنا له وبتاع. شوف افريقي نيجيري بيفتخر جاست انه من القارة الافريقية اللي فيها مصر. نعم. وكلهم كده. يعني انا عملت محاضرات في نيروبي وفي تنزانيا اللي هي دار السلام وفي 600 مكان. طيب كان هناك دكتور يعني. البعض بيعتقد لما بنقول العلاقة ما بين الحضارة الفرعونية القديمة والأسرات المتقدمة الأولى وإفريقيا، البعض بس بيعتقد أن هي حملات عسكرية زي اللي راحت بلاد بونت أو ما إلى ذلك فترة حتشبسوت، ولكن بيتضح أن في علاقات وتبادل ثقافي وتبادل تجاري وحتى تزاوج ومصاهرة ما بين القبائل، سواء اللي كانت عايشة في مصر أو اللي كانت عايشة في السودان وفي جنوب. المناصب يعني النوبة، يعني حتى كانت العاصمة بتاعتها نبتة 400 كيلومتر بعيد عن الخرطوم، كانت الملكة تي اللي هي أم أكناتون أم إخناتون كانت من نوبية، نوبية الأصل. ابن محات الأول ده كان أيضا من أصول نوبية. مسكوا وزراء ومسكوا لأن نوبة كانت قطعة يعني، ومصر قطعة من أفريقيا وأفريقيا قطعة من مصر، لدرجة أن الأسرة 25 كان الملوك بتوعها كلهم هرتقة تهرقة وبحينسي، وكان في مجموعة من الملوك النوبيين هم اللي دافعوا عن مصر ضد الغزو الأشوري اللي كأسرحدون وشوربانيبال ولا آخره. يعني جزء من هذه الثقافة والمكون الإفريقي أيضا دافع عن حدود مصر ودافع مع المصريين.
لان هم جزء من مصر، جزء يعني من مصر. مش صح. يعني هم لما كانوا ملوك عندنا هنا زي ما نقول مثلا الرئيس عبد الناصر من بني مور تمام. او من الصعيد، مش معنى كده يعني أيوة الصعيد دولة تانية، لا ده جزء من مصر، يعني كانت ليبيا جزء من مصر، وكانت النوبة جزء من مصر، كانت مصر كانت امتدادها من ما بين النهرين شمالا برقة غربا اثيوبيا جنوبا، ده كانت حدود، كانت الحدود مصر، فكانت ده كله يعني النوبة اللي هي نقدر نقول السودان دلوقتي كانت حتة واحدة من مصر. أنا أسمع دكتور إن كان مخصص في فترة الملك كوش في السودان أو في النوبة، مملكة كوش مملكة كوش، كان مخصص مبنى مخصوص للهدايا اللي بيبعتها الملك المصري وقتها، وكذلك كان العكس موجود في مصر، تبادلوا البخور والعطور والتوابل والهدايا الثمينة. يعني ده لما كانت مملكة كوش دي يعني تبعت مثلا فرقة عسكرية عشان يبقى مع الجيش المصري وبتاع، كان طهرقة ينبه عليهم ساعة ما توصل إلى الكرنك حيث بها يعني الرموز بتاعت الملوك كلهم، تقلعوا الأحذية بتاعتكم أو تقلعوا يعني المدارس بتاعكم لأنها منطقة مقدسة. يا سلام. وكانوا يعني بيجوا وبعدين إلى عهد قريب، ما احنا كان عندنا هنا في الجيش المصري كان فرقة نوبية موجودة، صح. وكان حتى في الشرطة كانوا موجودين. وبعدين ما ننساش يعني كلمة السر النوبية اللي كانت في حرب 73 اللي كانوا على أساس ما الطرف الثاني ما كانش يفهمها يعني. فنحن شعب واحد، ده أكبر دليل على إن إحنا شعب واحد. الدراسة اللي عملتها كامبريدج، ثلاثة من العلماء عملوها على الأسيويين والأوروبيين along the 55,000 سنة مضت، فاكتشفوا بأن الجينات المصرية موجودة في الأسيويين والأوروبيين، ودي اتنشرت في 24/6/2015 المجلة الأمريكية American Journal of Human Genetics تحت عنوان Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا. ده ازاي بقى دكتور؟ واكتشفنا ان اكتشفهم ان عبر 55,000 سنة فاتت الجينات المصرية موجودة في الاسيويين والاوروبيين. حتى بقول الكلام ده للدكتور خالد سعد اللي هو استاذ تاريخ ما قبل التاريخ، قال لي 55,000 سنة فاتت ايه؟ ده احنا من 300,000. قلت له يعني من ايام نياندرذال؟ قال لي طبعا من ايام نياندرذال، ايام السافانا قبل ما نتجمع حول، لان احنا تجمعنا حول نهر النيل 11,000 سنة لما العصر المطير انتهى وبدأنا في عصر الجفاف. صحيح. انما احنا بقى شوف بقى وصل، فاذا كانت جيناتنا موجودة في الاسيويين والاوروبيين مش هتبقى في الافارقة واحنا جزء منهم وهم جزء مننا. بس هو ازاي جيناتنا وصلت للاسيويين والاوروبيين؟ نعم. ازاي احنا جيناتنا وصلت لهم؟ السافانا اللي هو العصر المطير كان الامتداد لأوروبا نفسها، وصلوا لأيرلندا حتى نفسها. يعني الناس اللي كانت عايشة في مصر وقتها أو في القطعة ملايين من العالم كانت موجودة مصر، ملايين ملايين كانوا عايشة يعني ملايين. مصر دي بالذات دي بدأت إمتى تتشكل بالشكل ده؟ 11,000 سنة لما دخلنا في عصر الجفاف، فكان لابد للملايين اللي موجودة دي أن يجوا تبحث عند المية، عن مصدر مية. فتجمعت. عشان كده ما نقرأ المانيتون، مانيتون له حاجة اسمها إيجبتياكا اللي هي اللي قسم الدنيا إلى دولة قديمة وحديثة والآخر، والدولة إلى أسر والأسر إلى ملوك، إنما كان له حاجة تانية ما بيرضوش يتكلموا عنها اللي هي جبتانا. جبتانا جبتانا دي بقى اللي هي جايبة تاريخ ما قبل التاريخ من 100,000 سنة فات، اللي هو مرتبط بمصر بالأرض دي بأرض مصر. وإزاي إن في عصر الجفاف تجمع الناس بقى جميعا، لكن كان أقوى قبيلتين، قبيلة اسمها نيلوس اللي منها خد نهر النيل اسمها، وقبيلة اسمها جبتانا اللي هي مصر خدت اسمها منه. طيب دكتور، ازاي الثقافة الافريقية على مر العصور اثرت في طبائعنا، اثرت في عاداتنا، اثرت في تقاليدنا كمصريين؟ انا عارف ان في بعض النقوش لطائر مثلا، طائر السكرتير مثلا، الطائر ده موجود في السافانا، في غابات السافانا، لقوا ان هو منقوش على جدران المعابد في مصر.
ايه اللي جاب الطائر بتاع السافانا ده اللي من وسط افريقيا اللي يجيبه على جدران المعابد هنا في عين شمس؟ دي حاجه واحده، يعني احنا اثرنا فيهم وهم اثروا فينا. يعني مثلا كوش تجد ان طريقه الدفن بتاعتهم زينا بالظبط، اللي هو الامبالمينج او التحنيط. الاهرامات برضو موجوده، وان كانت اهرامات صغيره لا يزيد ارتفاعها عن 6 متر، احنا عندنا 149 متر مثلا على سبيل المثال. فمسائل الاهرامات موجوده، مسائل الدفن موجوده، العادات كلها موجوده بتاعتهم زينا بالظبط. فهو شعب واحد. طيب خل برضو عايز اعرف تفسير من حضرتك، لما بزور اديس ابابا بلاقي ان عدد كبير جدا مثلا من اسماء الحبوب الخاصه بالاكل نفس اسمها بالعربي او منطوق في مصر، يعني البن اسمه هناك بنة مثلا، وفي حاجات بقى كتير زي كده يعني. ايه السبب؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي عمل المزج والتقارب ده مثلا؟ المزج والتقارب لانها منطقه واحده، وبعدين ما تنساش التجاره من زمان، يعني هي يعني احنا نعرف بونت، وبونت مش ما هيش الصومال زي ما الناس فاكر، بونت هي في الحبشه نفسها. الدراسات الحديثه كلها بتقول ان بونت هي الحبشه، جنوب شرق افريقيا بالظبط في المنطقه دي. وان بونت دي كانت التجاره منذ الدوله القديمه، مش من ايام حتشبسوت في الاسره ال 18. يعني اقدم من حتشبسوت؟ اقدم طبعا. معلومه ان هي حتشبسوت دي اول طريقه تجاره، حد راح لبونت يعني. طبعا التجاره كانت هناك شغاله تمام. فالاسماء دي لازم تنتقل، ده الاسماء بتاع يعني بتاعت مصر القديمه لازال احنا بنقولها حتى في العاميه او حتى العربيه بتاعتنا. يعني ما تقول ايه مدمس، مدمس كلمه مصريه قديمه معناها الفول المطبوخ. بيسارو اللي هي البصار، بصار سمير، بتاو اللي هو العيش، وهكذا. فلافل، كلمة فلافل دي كلمة مصرية قديمة معناها الطعمية اللي احنا موجودة ده. فالكلمات بتنتقل وإن كان بيبقى فيها شيء من التحوير. يعني مثلا لو ليلى مراد بتغني بتقول ريدك والنبي ريدك، لو راحت السودان هتقول ديرك والنبي ديرك، لأن في حاجة في اللغة اسمها الميتاستيز. يعني مثلا لو واحد يقابلك في الحج ويقول لك البردو فين؟ برضو يعني اللي هو بيت الوضوء، دي كلمتين مصريتين، بر دوا، بر دوا يعني بيت الوضوء، بقت برضو على طول في دمج حتى للكلمات. انا فوجئت ان كلمه تا سيتي اللي هي مدينه الرومان، سيتي بمعنى اللي هي مدينه، وبتاخدت بعد كده للغه اللاتينيه اللي طلعت بعد كده الانجليزيه منها، وتا معناها ارض، وفي بتا ماري اللي هي يعني الارض المحبوبه، ماري يعني محبوب وهكذا. طيب حضرتك شايف ازاي احنا كنا في فترة ازدهار، ثم بعد كده جه فترة محمد علي ووصلوا لغاية منابع النيل في اعالي النيل واوغندا والى ذلك، ثم حصل بعد كده ثورة 52، جه الرئيس عبد الناصر وكان لنا تواجد كبير في افريقيا، ثم تراجع في السبعينات والثمانينات وفي محاولات الى وحصل شيء من يعني التراجع شوية الى ان جاءت بعد كده الفترة الاخيرة. حضرتك شايف اخر سنوات ازاي؟ والادوار اللي بتقوم بيها بمصر في الساحه الافريقيه. هو طبعا الفتره بتاعت الرئيس مبارك كان عزله، يعني وخصوصا العزله اكتر بعد محاوله اغتياله هناك 95 في الصحة. فهو بقى تراجع بقى وساب الدنيا كلها، ودي كانت غلطه كبيره جدا، يعني من يعني شيء بالشيء يذكر لما طلبوا من النحاس باشا ان هو يعني يتنازل عن مسألة مصر والسودان، قال لهم تقطع يدي، ولأن دي مصر والسودان حتة واحدة طول عمرها، شعب واحد لا يمكن أن أعلم. إنما الشيء الجميل إن إحنا في وقت الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو رجل حد الذكاء جدا، عرف إن العمق المستقبلي والاستراتيجي و إلى آخره هو في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية دي أغنى القارات كلها من الأول للآخر، وطلعت واحدة سياسية أفريقية كانت بتتكلم بهدوء شديد جدا وعجبتني، قالت الماس عندنا والذهب عندنا، معروف ان 20% من ذهب العالم كله في أرض النوبة. في أرض النوبة مظبوط. 20% أرض الذهب صحيح. وقالت احنا عندنا والأرض الزراعية والمية والدنيا كلها والبشر الشباب والى آخره، انتوا بتاخدوا الحاجات دي كلها بتدونا ايه؟ بتدونا ورق اسمه دولارات عشان نقدر نجيب حاجات استهلاكيه والاخر. فازاي كانت اعجبني فيها انها بتركز على مواطن الثروه اللي موجوده في افريقيا. صحيح. اللي هي دي، وهي دي فعلا المستقبل. صحيح. كله، بس على شرط زي ما الرئيس النهارده قال،
هو ان لا يمكن ان يكون تنمية الا في وجود الامن والامان. طبعا الاثنين مع بعض. طبعا فيش تنمية من غير امان وما فيش امان من غير تنمية. اكيد. فالاثنين لازم يبقوا جنبا الى جنب يعني. دكتور وسيم السيسي انا بشكر حضرتك لتشريفك لينا جزيلا. وان شاء الله الاطلالات القادمه كمان هيبقى كمان الله. عندنا متسع اكتر باذن الله من الوقت عشان نبحر مع حضرتك في آلة الزمن وفي التاريخ. شكرا جزيلا. شكرا عالم المصريات الكبير الأستاذ الدكتور وسيم السيسي. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا موصول لحضراتكم. كده خلصت حلقتنا ومعها خلص أسبوعنا الأول في من مصر. نرجو ان احنا نكون وفقنا في محاولتنا الجادة ان احنا نقدم لحضراتكم مادة وقيمة اعلامية الحقيقة من خلال هذا المنبر وهو سي بي سي. نشوفكم ان شاء الله يوم السبت القادم ولكن في شرم الشيخ. الى اللقاء.